فوز جاء متاخر ولكن هو فوز مستحق، خط وسط من اقوى خطوط الوسط في البطوله، وان شاء الله ان شاء الله المغرب في النهائي، ويا رب مصر معاها في النهائي ان شاءء الله. الف مبروك المنتخب المغربي، منتخب كبير وعظيم بصراحه، واستمتعنا كتير بيه في الماتش، وان شاء الله نشوف في النهايه. ان شاء الله المنتخب المغربي قدم بطوله كويسه، وهو قدم ماتشات قويه في البطوله دي، وهو يعني منتخب قوي جدا وعنده لعيبه جامده جدا. بصراحه كان ماتش جميل، ونجوم المغرب بصراحه عاملين بطوله كبيره، والجمهور المغربي الشقيق اهلنا واخواتنا، واهلا بيكم في مصر. والمستوى بدا يتطور ماتش ورا الثاني، يعني الماتش الاولاني كان الاداء برده شويه، لكن بدا يعلى الماتش الثاني والثالث، وان شاء الله هيكملوا الادوار النهائيه ان شاء الله. مبروك للمنتخب المغربي. انا جيت النهارده عشان حد واحد بس عايز اعلق من المغرب، جيت اشجعه وان شاء الله ياخد البطوله عشان خاطره هو، وهجيلك. النهارده المنتخب المغربي طبعا يستحق اول مجموعه، النهارده الاداء بتاعه ما كانش يعني جامد قوي بس متوقع، يعني هو النهارده اخر ماتش مرتاح، حتى كده كده كان هيصعد اول، فالنهارده الاداء كان اقل شويه من المتوقع، بس الحمد لله ان هو قدر يحقق المكسب وروح الجماهير بتاعته فرحانه، وان شاء الله يوصل للنهائي ويلعب مصر. مبروك التأهل لمنتخب المغرب، وان شاء الله هتاخدوا البطوله باذن الله، ولو قابلتوا مصر ان شاء الله هتكسبوها باذن الله، عشان انتوا اصلا منتخب احسن منتخب عربي ان شاء الله. الف مبروك لمنتخب المغرب، يعني اداء مشرف ليهم، اي نعم الاداء لسه ما وصلش لاعلى حاجه عندهم يعني، بس ده طبيعي يعني بالنسبه للمجموعات مستوياتها كلها بتبقى يعني ضعيفه بالنسبه للفرق. بالنسبه للمغرب النهارده في ماتش النهارده المغرب حسم الصعود، يعني ما كانش محتاج ان هو، كان نقطه واحده هتكفيه ان هو يصعد اول يعني. الف مبروك ليهم، وان شاء الله ما يقابلوش مصر بس عشان هنشجع مصر اكيد يعني. بطوله مصريه ان شاء الله.